السلام عليكم. اليوم نشرح محاضرة الإنزيم الرابعة والأخيرة. نتكلم بها عن الريجوليشن. طبعا أخذناها بالمحاضرة الأولى، لا تذكرون إنه شنو البروبرتيز مال الإنزيم. واحدة من البروبرتيز الخواص مال الإنزيم قلنا بأن الريجوليشن ما راح يكون بريسايسلي، يكون كلش دقيق. فسرحنا نتكلم عن هاي الريجوليشن، شلون راح يصير بتنظيم، شلون انظم مثلا الكوانتيتي مالته كميته، انظم الاكتيفيتي مالته حتى تكون الفانكشن مال الجسم مال الاورجان مال السيستم موجود عندنا بجسمنا يكون جدا دقيق وجدا كامل وما بي اي نقصات. فاول ما نبدي راح نتكلم عن الكوانتيتي، شلون راح اتحكم بالكوانتيتي مال الانزيم، شلون اسوي كنترولنج للانزيم كوانتيتي حتى اسيطر على كميه الانزيم. تتم هاي العمليه بعده خطوات. اولها يسمونها الفاكتورز، اولها اللي هي الريت مال السينثيسيس والديجريديشن، يعني انه الريت سرعه التكوين او يعني الريت مال التكوين والريت مال الديجريديشن او التكسير. مثلا عندنا الارجينيز اللي هو عباره عن انزيم مسؤول عن عمليه الهيدروليسيس مال البروتين، احد الانزيمات المسؤول عن عمليه الهيدروليسيس الخاصه بالبروتين اللي يصير عندك سينثيسيس وين بالليفر. هذا الانزيم راح تزداد عند الليفل مالته من اتناول كميات او طعام يحتوي على كميات كبيره من البروتين مثل اللحوم او غيرها. هاي واحد. طبعا حسب كلام الدكتورة بأن هاي النقطة الأولى من مميزاتها بأن هي عبارة عن سيستماتيك. يعني شلون سيستماتيك؟ يعني هي راح تكون صورة طبيعية، راح تتم صورة طبيعية، فإنه هي الطريقة اللي يعتمد عليها جسم الإنسان حتى يسيطر على كمية الإنزيم الموجودة به، فهي عبارة عن سيستماتيك. ويكون شغلها يعني تقريبا أوتوماتيك. النقطة الثانية هي الاندكشن اوف سينثيسيس اللي هي تحفيز التكوين. زين، الانديوسبل انزيمز هي نوع من الانزيمات اللي يكون السينثيسيس مالتها يعتمد لي على مادة ثانية، يعتمد لي على عامل معين يسبب لي تحفيز بالسينثيسيس مالتها. مثلا على سبيل المثال عندنا انزيم سميناه اللاكتيز اللي هو مسؤول عن الهيدروليسيس مال اللاكتوز اللي هو عبارة عن دايسكرايد. هذا اللاكتيز الانزيم موجود عندك بالبكتيريا اللي راح يوفر لي الطاقة، يوفر لي الغذاء المناسب للبكتيريا بحيث تسوي بها جروث، يصير بها جراون، يصير بها نمو. هذا الانزيم راح ينشط بالاوساط الحاوية على الجلوكوز الحاوية على اللاكتوز، وبالتالي راح يزود للسينثيسيس مال اللاكتيز، وبالتالي راح يسوي لي زياده بنمو البكتيريا. النوع الثاني الثالث العفو العوامل اللي يسمونه الريبريشن اوف سينثيسيس. تكلمنا عن الاندكشن اوف سينثيسيس اللي هي عندنا تحفيز التكوين، هسه راح نتكلم عن شنو تحفيز التهديم او يعني التكسير اللي هو الريبريشن اوف سينثيسيس اللي هو عندك تثبيط البناء. مثلا انه هاي الانزيمز راح يقل الريت مال السينثيسيس مالتها اعتمادا على ماده، اعتمادا على سبستانس سميناها الريبروسرز. زين، مثلا انه طبعا الريبروسرز اللي هو عباره يمتاز بانها لو موليكولار ويت سبستانس، مواد كلش خفيفه، فبالتالي انه هاي المواد اللي هذا يعني بصوره عمليه هاي العمليه كلها مرات يسمونها الفيدباك ريجوليشن. تمام، مثلا على سبيل المثال نعطينا مثال هو بان عندنا من اتناول كميات كبيره من الكوليسترول او تناول وجبه حاويه على الكوليسترول، فانه مثلا اكو احنا صح عندنا انزيمات موجوده بالجسم تكون الكوليسترول بشكل طبيعي، بس انا متكون اتناول كميه طعام مثلا دايتري بكوليسترول كمياته كبيره، فانه زياده بالكوليسترول راح تكون اكيد ضاره بالجسم، فلازم اكو هنا حاله، اكو هنا عامل حتى انا اوقف الانزيم الموجود بالجسم بسبب انا عندي كميات كبيره من الكوليسترول. فبالتالي انه هذا الانزيم اسمه كلش طويل نقراه، هو البيتا هيدروكسي بيتا ميثايل جلوترايل كو اي او كو او اريدوكتيز. المهم فهو انفولف، انه هذا يسمونه بالانفولف بالكوليسترول بايوسينثيسيس. فهذا الانزيم راح يصير بي شنو ديكريسينج بريت مالته عن طريق الريبروسرز اللي بهاي الحاله وين شنو صار هو عباره عن دايتري غذاء حاوي على الكوليسترول. فهذا الغذاء الحاوي على الكوليسترول سوالي ريبريشن بالسينثيسيس مال هذا الانزيم المسؤول عن تكوين الكوليسترول حتى يحافظ على نسبه طبيعيه للكوليسترول بالدم. النقطه الرابعه والاخيره اللي انا اقدر بيها اتحكم على الكوانتيتي مال الانزيم هي الكونستريشن، هو تركيز السبستريت كو انزيم والميتال ايون اكتيفيتر او الكو فاكتور. شلون هاي الحاله؟
مثلا على سبيل المثال انا من اكون انزيم جسمي يكون انزيم يكونه بحيث انه ينهي عمليته ويصير بي ديجريديشن او انه يصير بي ان اكتيف فورم زين انه اذا كانت السبستريت كانت كميته كلش كبيره فمثلا بدل ما ينتهي مثلا انزيم يصير بي ديجريديشن بساعه او ساعتين راح يبقى يوم او يومين او حتى اسبوع اعتمادا على كميه السبستريت اللي تحتاج انه يعمل عليه الانزيم تحتاج الى ان تتحول الى برودكت كذلك بالنسبه للكو انزيمز الكو فاكتورز تكلمنا عليها بدايه المحاضره الاولى بالانزيم لذا المواد لازم ضروريات موجوده بالانزيم حتى تحافظ على الاكتيفيتي مالته بالتالي فان وجودهن راح يغير لي الكونفيرميشن مال الانزيم راح يغير لي بناء الانزيم بحيث يقلل لي الديجريديشن مالته والانزيم ما راح يبقى محافظ على شكله محافظ على الاكتيفيتي مالته لاطول فتره ممكنه ويش خلصنا الكوانتيتي هسه راح نتكلم عن الاكتيفيتي حد الان تكلمنا انه شلون انا اتحكم ببناء وتكسير الانزيم خلينا نتكلم عن الاكتيفيتي مالته لازم اكو عوامل ايضا تحافظ على الاكتيفيتي احنا اخذنا الانهبيتورز بالمحاضره 3 هنا تقريبا راح تكون مشابهه للانهبيتورز مثلا عندنا اول واحد هو الالوستيريك ريجوليشن طبعا تكلمنا المحاضره السابقه عن الالوستيريك انزيم شنو هاي الالوستيريك انزيم اللي تحتوي على موقع ثاني سميناه الالوستيريك سايت بدلا من الاكتيف سايت الالوستيريك ريجوليشن انه هاي الالوستيريك انزيمز اقدر اسويها ريجوليتنج الاكتيفيتي مالته اسويها ريجوليشن اسوي لها تنظيم عن طريق ماده سميناها الالوستيريك افكتورز او الالوستيريك موديفيرز زين هاي المواد راح ترتبط لي اواصر غير تساهميه بالالوستيريك سايت بالتالي انه هاي الانزيمز من نقرب عليها راح نلاحظها بان هي متكونه من يعني several subunits مكونة من أكثر من جزيئة يعني خلينا نفكر بأن الإنزيم مكون من مجموعة من الإنزيمات يعني وحدات أصغر من الثانية بالتالي أنه كل وحدة مثلا على سبيل المثال أنه خلينا نفرض بأن هذا عندنا الإنزيم كل إنزيم راح مكون من جزيئة أصغر كل جزيئة راح تكون حاوية على active site خاص بها فبالتالي أنه ارتباط الالوستيريك افكتور واحد من السبستريت راح ياثر على الوظيفه مال الانزيم بصوره عامه وهسه راح نتعرف شلون وليش طبعا هنا كاتب بان هو عندك لوكيتد اون سبيونت ذات از نوت اتسلف كاتاليتيك يعني شلون يعني مثلا على سبيل المثال انه ارتباط الالوستيريك افكتور واحد من ذن السبيونت ربما ما راح ياثر على هذا السبيونت بس راح ياثر على السبيونت الخاص اللي بصفه او اللي جواره بس مو شرط انه ياثر على نفس السبيونت المرتبط به طبعا انه هاي الافكتورز لها وظيفتين اساسيات او لهم تاثيرين اساسيات هي اما تسوي لي الترينج اما للافينيتي مال الانزيم للسبستريت يعني شلون يعني اما تزود لي او تقلل لي انجذابيه الانزيم للسبستريت او انه تزود لي او تنقص لي الماكسيمم كاتاليتيك اكتيفيتي يعني اما تزود لي الاكتيفيتي مال الانزيم او تزود لي الافينيتي مال الانزيم يعني واحده من عندهن اما تزود الانجذابيه او تزود الاكتيفيتي مالته او تزودهن اثنيناتهن او طبعا بالعكس تقللهن فالافكتورز تنقسم بصوره عامه الى نوعين النوع الاول بان هو راح يسوي لي انهبيشن للانزيم اكتيفيتي وسميناه نيجاتيف افكتور طبعا اذا نريد نشوف اوجه تشابه ما بين النون كومبتيتيف انهبيتور والنيجاتيف افكتورز اكو بعض المصادر تقول بان هما نفس الشيء بعض المصادر يقول لا اكو اختلافات قليله فبالتالي انه النوع الثاني اللي يسوي لي انكريس بالانزيم اكتيفيتي سميناه البوزيتيف افكتور من الاسم بوزيتيف بان هو عباره عن شيء راح يزود لي نشاط معين والنيجاتيف راح يسبب لي تناقص باكتيفيتي معينه النوع نتكلم عن الالوستيريك افكتور بالنسبه للستراكشر مالته راح نلاحظ باكو نوعين اللي سميناه الهوموتروبيك افكتور والهيتروتروبيك افكتور طبعا هاي الهومو والهيتروتروبيك المفروض حد الان احنا راح نعرف شنو معنى الهومو وشنو معنى هيترو فاول هذه الانواع اللي هي الهوموتروبيك الهوموتروبيك هي يعني نقول افكتور متجانسه يعني شلون خلينا نتعرف عليها بين السبستريت هو نفسه اللي يشتغل عليه انزيم هو ايضا عباره عن افكتور عباره عن الستيريك افكتور يعني السبستريت هو نفسه itself the allosteric effector بالتالي سمينا هذا الافكت كله سمينا هوموتروبيك غالبا اذا كان السبستريت هو نفسه الستيريك افكتور طبعا هو منطقيا اوكي راح نقدر نفهمها لان الستيريك السبستريت دائما يريد يكمل عمليته يكمل وظيفته يتحول البرودكت اللي هو صمم من اجل انه يتحول اليه فبالتالي راح يزود لي نشاط الانزيم حتى ينتهي تفاعل ويتحول الى ناتج فبالتالي انه اغلب الستيريك سبستريت انه هي قصده الهوموتروبيك افكتور غالبا ما راح تكون هي عباره عن بوزيتيف افكتور النقطة الثانية نتكلم عن الهيتروتروبيك افكتور اللي هو الغير متجانس راح يختلف عن الاول بان الاولستيريك
تشترك الفاكتور ربما راح يكون مختلف عن السبستريت او اتش. النقطة الثانية اللي هي الهيتروتروبيك افكتور، يعني هي الافكتور الغير متجانسة، العوامل المؤثرة الغير متجانسة. تكلمنا هنا بأن السبستريت هو نفسه راح يكون هو عبارة عن الستيريك افكتور، هنا راح الوضع يختلف. فالافكتور الستيريك افكتور راح يختلف عن السبستريت. مثل عندنا خلينا تفاعل اللي هو عندنا انزيم يسمونه الفوسفوفركتوكاينيز، اللي هذا انزيم يضيف للفوسفيت المن للفركتوز، بالتالي هذا الانزيم راح اسوي له الستريكالي انهيبيتد اوكي باي سيتريت، عباره عن ماده تسبب لي انهيبيشن لهذا الانزيم. بالتالي انه هاي الماده مو هي السبستريت، يعني السبستريت مال هذا الانزيم هو الفركتوز اوكي، والستريت هو فركتوز. بالتالي انه الستريك افكتور اختلف عن السبستريت. طبعا انه كملاحظة ومقارنة ما بين الاثنين، قلنا بأن هذا السبستريت هو نفس الإفكتور، هنا راح يختلف، وهنا أنه دائما أو غالبا راح يكون بوزيتيف إفكتور، بينما هنا ربما راح يكون إنهيبيتور أو نيجاتيف إفكتور أو يكون عبارة عن بوزيتيف إفكتور. يعني هنا سوالي إنهيبيشن يعني شنو، هذا عبارة عن نيجاتيف إفكتور. شلون يأثر الإفكتور على الإنزيم؟ راح تصير تقريبا بتو مودلز، يعني نظريتين مختلفتين. فهو اما يكون عباره عن كونسرتد سيمتري مودل، كونسرتد طبعا اذا اريد ترجمها هي عباره عن حفله، فخلنا شوي نفهم الشرح حتى الوضع يربط. فمثلا انه هاي الانزيمات اللي قلنا عليها عباره عن هي الالستيريك انزيم، راح تتالف لي من جزيئات معينه، هاي الجزيئات تكون ايدنتيكال، تكون متشابهه زين. فبالتالي راح يتالف لي من تو ايدنتيكال سب يونت، كل سب يونت راح يحتوي لي على اكتيف سايت واحد خاص بي. السب يونت الانزيم صوره عامه راح يكون تو كونفرميشن بحالتين، يعني اما يكون تي او يكون ار، تي يكون لو افينيتي يعني مالته انه خلينا نقول بين انزيم ماخذ اجازه بالتي، بينما الار راح يكون يشتغل بعد عمله بعد ما نازل اهله بعد يشتغل الوضع تمام والاكتيفيتي مالته كلش عالي، وتكون عندك الهاي افينيتي مالته عاليه. انه الاسامبشن او عندك النظريه الخاصه بالكونسرتد مودل شو تقول؟ تقول بان السب يونت او جميع السب يونت الموجوده عندنا بالانزيم راح تكون بنفس الستيت نفس الكونفرميشن مالتها، فما كلهن راح يكون عباره عن موجوده بي ار اف بي ار تايب تكون افينيتي عاليه مالتها، وتكون انه موجوده بتي تايب تكون عندك الافينيتي مالتها قليله. فانه التغير بس انه ارتباط السبستريت واحد من السب يونت اللي راح يغير لي اللي هو يعني ارتباط الالستيريك افكتور واحد من السب يونت راح يغير لي الافينيتي مالته اما زودها او يقللها، وهذا راح ينتج او يسبب تغير الافينيتي مال كل السب يونت الموجوده بالانزيم. سوي شيء يسبب لي راح يسبب لي انه هو increases the tendency of all sub unit to undergo transition to the high affinity form. يعني اما كلهن T او كلهن R من غير المعقول ان نلقى TR، هذا غير صحيح بالنسبه للكونسرتد مودول، فهذا غير صحيح. فمن اسمه كونسرتد مودول بان جميع السب يونت راح تكون بوضع واحد يعني وضع حفله الشيء، فمثل ما لاحظ بان اما كلهن T او كلهن R. بالنسبة للمودل الثاني اللي هو السيكوينشيال مودل، السيكوينشيال مودل يختلف عن الكونسرتد مودل. طبعا احنا متكلمنا عن الكونسرتد مودل انه ارتباط الالستيريك افكتور او السبستريت بانزيم معين راح يسبب تغير الافينيتي تغير الاكتيفيتي مال كل الانزيمز او كل السب يونت. السيكوينشيال مودل ما يفكر بهيش وضعيه، راح يختلف عنه. يعني اذا نريد نفكر بان الكونسرتد مودل ماخذ موضوع الاشتراكيه على محمل الجد، وان الجميع سواسيه وجميع تاثرون وجميع يمرون بنفس الوضع، بينما الكونسرت او سيكوينشال موديل ماخذ فكره الليبراليه على محمل الجد بان الكل حر باللي قاعد يسويه وما حد علاقه باي شيء او باراء او بالتغير مال الافينيتي مالته. فبالتالي انه هاي السب يونت راح تمر بانديفيدوال سيكوينشال تشينجز وين بالكونفرميشن، فبالتالي انه ارتباط السبستريت بواحد من السب يونت وما راح يزود لي الافينيتي مالته او راح يقلل لي الافينيتي مالته، لكن عندنا الكونفرميشنال ستيت مال اذر سب يونت اللي السب يونت المجاوره له ما راح يتغير، راح تبقى ربما تتغير وياه ربما ما تتغير وياه
ربما نلقاهن كلهن تي، ربما نلقاهن كلهن ار، ربما نلقاهن تي ار، يعني حسب الظروف. لكن ماكو قاعده، مو نفس الكونسرتد موديل بان اذا ارتبط اذا تغير واحد من السبيونت راح يسبب تغيير البقيه، لان السيكونشال موديل انه السبيونت اللي تغيرت ما لها علاقه بالبقيه، سواء تبعوها او ما تبعوها، تغيروا وياها او ما تغيروا. فلاحظ هنا بان ربما ان ارتباط الالاستيك افكتور راح ياثر فقط على هاي السبيونت، أو ربما يأثر على اثنين، أو ربما يأثر على ثلاثة، أو ربما يأثر عليهم كلهن، أو ربما ما راح يأثر على ولا واحدة. فهي الفكرة إنه السيكونشال مودول يفكر بالحرية الخاصة بكل سب يونت، ما يفكر بالاشتراكية، ما يفكر بالمساواة الموجودة عندك بالكونسرتد مودول. راح نتعرف هالمرة على النوع الثاني اللي راح يأثر بها على الاكتيفيتي مال الانزيم، سميناه الفيدباك انهيبيشن. الفيدباك انهيبيشن انه شو يقول؟ يقول انه الاند برودكت مال الميتابوليك باث واي ريزولت بالالوستيريك انهيبيشن للفيرست انزيم بالباث واي. شنو باث واي؟ مثلا على سبيل المثال احنا اخذنا مثلا بالسادس اعدادي اخذنا دورة كريبس. دورة كريبس اللي تضمن عديد من التفاعلات، حتى بالنهاية يعطيني اي تي بي. هواي تفاعلات، هواي مواد تتكون، هواي مواد تتكسر، مواد تستخدمها، هواي انزيمات استخدمتها هواي العملية على مود تعطيني ناتج نهائي تحول بها جلوكوز المن الى اي تي بي. هاي العملية اللي صارت تضمنت هواي تفاعلات، هاي يسمونها باثوي. يعني الباثوي هي عبارة عن مجموعة من التفاعلات اللي تضمن مجموعة من الانزيمات حتى يعطيني ناتج نهائي. فبالتالي انه الميتابوليك باثوي اللي قلنا هو عبارة عن تفاعل يضم لي مجموعة من الانزيمات، مجموعة من النواتج حتى يعطيني ناتج نهائي. فمثلا هذا الناتج النهائي بعد تكونه راح يصير زيادة بي، واستمرار هاي العملية راح يسبب زيادة، وغالبا هاي المواد اللي قاعد تتكون انه زيادتها راح تسبب مضرة للجسم. فبالتالي انه تكون الدي اللي هو الناتج النهائي راح يسوي لي الستيريك انهيبيشن المن لاول انزيم سوال هاي العملية، فإنه تكون دي راح يسوي لي انهيبيشن المن للإنزيم رقم واحد حتى يقلل من تكون الدي بحيث ما راح يضر الجسم. فبالتالي إنه الأند برودكت إنه هو الدي الناتج النهائي من عملية الميتابوليك باثوي راح يسوي لي الستيريك انهيبيشن، هاي جدا مهمة، المن للفيرست إنزيم بالباثوي، بس أول إنزيم، البقية ما لهم علاقة. بنوقف هذا الإنزيم، هاي العملية تحول أي إلى بي راح تتوقف، وبالتالي ما راح تستمر هاي العملية، وراح يحافظ الجسم على كمية مطلوبة وكمية صحيحة من دي. فبالتالي فإن الـ high concentration of D typically inhibit enzyme 1. النوع الثاني اللي عرفناه بسميناه بالزايموجين أو سميناه بالبرو انزيم. طبعا البرو انزيم اخذناه كلش هواي سواء كانت بالبيولوجي حتى عدنا بالكيمياء بالمحاضرات السابقة. خلينا نتعرف شنو على زايموجين أو برو انزيم. هي عبارة عن انزيمز تكون أول ما تصنع synthesis initially، أول ما تصنع تكون بحالة غير نشطة، يسمونها inactive form. بعدين راح أسوي لها activated، طبعا بحالات نادرة تكون physiologically appropriate time and place. خلنا نأخذ مثال حتى تكون هاي المعلومة واضحة. على سبيل المثال الثرومبين اللي هو عبارة عن انزيم موجود عندنا بالدم مسؤول عن تخثر، يعني بعد تكون الجرح بالأوعية الدموية مثلا يجي ثرومبين راح يكون لخثرة ويسد هذا الجرح. زين الثرومبين ما موجود بصورة طبيعية، لأن يعني إذا موجود الثرومبين بصورة طبيعية بالدم راح يسبب لي تخثر بشكل غير يعني غير مسيطر عليه، راح يكون هو مضر كلش هواي للجسم. الثرومبين موجود بالدم على أساس هو أو بشكل بروثرومبين. البروثرومبين هو شكل غير نشط للثرومبين، بحيث انه هذا البروثرومبين راح يتحول الى ثرومبين بمكان الجرح وبوقت الجرح. فبالتالي انه لاحظنا بان بالبليس اللي هو كان وقت مكان الجرح وبالتايم اللي هو وقت الجرح، فبالتالي انه هو هذا الانزيم راح يفعل ويصير بي اكتيفيتد بوقت معين ومكان معين. شنو سبب انه الزايموجين غير فعال؟ انه الزايموجين هو قلنا انزيم راح يحتوي لي على اديشنال بوليبيبتايد، اوكي، راح يحتوي لي على اصل يعني على البوليبيبتايد تشين اضافيه راح تسد لي بها الاكتيف سايت. راح نلاحظ مثلا انه هذا الانزيم نلاحظ بان الاكتيف سايت مالته مسدوده. شنو السبب؟ انه تكون اكو هنا عندك بوليبيبتايد تشين سدت لي بها الاكتيف سايت. مثل ما لاحظ هنا هي لازم الصوره طبيعيه الها راح تكون بهيج انه هو الاكتيف انزيم بين الاكتيف سايت تكون مفتوحه، هنا عندنا سدت بوجود عندك البوليبيبتايد تشين. فبالتالي انه الامثله الكلاسيكيه ان لهذا الزايموجين هو الدايجستيف انزيم مثل بيبسين تريبسين او كيموتريبسين اللي هي عباره عن انزيمات مسؤوله عن التحطيم وتسوي الهيدروليسيس للبروتين موجوده عندنا بالمعده.
زين، هاي اول ما تصنع تكون بالان اكتف فورم، بس شلون راح اسوي لها اكتيفيتد؟ لان الانزيمات تصير بها اكتيفيتد بطريقتين، اما يسمونها عندك الاكسو كاتالايسيس او يسمونها الاوتو كاتالايسيس. يعني شنو الاكسو كاتالايسيس؟ من اسمها يسمونها اكسو معناها خارجي، فصير بها كاتالايز، صير بها اكتيفيشن عن طريق ماده خارجيه، تصير سبستريت او انذر سبستانس. بينما الاوتو كاتالايسيس مثلا انه هذا الانزيم اللي هو قد تكون مثلا غير فعال، من يتفعل بواسطة سبستنس معينة، مادة معينة، مثلا على سبيل المثال انه عندنا البيبسين راح نرزب بيه، انه هو تفعل عن طريق مادة معينة وطانه هو بيبسين اللي هو الشكل الفعال مالته. هذا الشكل الفعال مال بيبسين راح يأثر لي على البرو بيبسين البقية، انه يأثر لي على برو بيبسين اللي هو عندك الصورة الغير نشطة للبيبسين انزيم، وحتى يتكون عندك البيبسين، بس راح نتعرف عليه بالمثال وتكون الصورة جدا واضحة. هنا انا مطيني عده امثله على شلون راح يصير بي اكتيفيتد هاي الزايموجين او البرو انزيم. مثلا على سبيل المثال راح سويت اكتيفيشن عن طريق سبستانس ماده خارجيه، صار بها اكزو كاتالايسيس، انه البيبسينوجين اللي هو عباره عن الصوره الغير نشطه للبيبسين سويناها عندك كاتالايسيس او اكتيفيشن بوجود اس سي ال، بحيث هو حول البيبسينوجين المن الى بيبسين. بنفس الحالة انه البيبسين راح يأثر على البيبسينوجين البقية، بحيث انه البيبسينوجين راح يتحول الى بيبسين، بس هالمرة مو بالاتش سي ال، هالمرة بالبيبسين المتكون قبل فترة او قبل مدة او بالاتش سي ال قبل شوية. هاي يسمونها الاوتو اكتيفيشن، انه هذا الانزيم يسوي لي اكتيفيتد اتسلف، بحيث انه هذا البيبسين المتكون قبل شوية سوى لي اكتيفيتد المن اكتيفيشن المن للبيبسينوجين البقية وحتى يحولهن للبيبسين. هنا أنا ايضا انه ممكن انه عندك الصور الغير نشطه للانزيم ايضا ممكن راح يصير بها اكتيفيشن انزيمات ثانيه، مثلا على سبيل المثال تريبسينوجين راح يصير بها اكتيفيتد عن طريق انزيم ثاني سميناه الانتيروكاينيز. هذا الانتيروكاينيز راح يحول التريبسينوجين الى صوره نشطه من يسمونها تريبسين ثرومبوكاينيز. النوع الثالث والاخير يسمونه الكوفالنت موديفيكيشن. شنو الكوفالنت موديفيكيشن؟ الكوفالنت هو عباره عن انزيمات تكون تمر لي بانتر كونفرجن، يعني بتحول داخلي ما بين الاكتيف والانكتيف فورم، يعني راح تمر بتتحول داخلي ما بين الشكل النشط وغير النشط. شلون؟ عن طريق طبعا الكوفالنت موديفيكيشن اوف سم سبيسيفيك جروب، يعني باي اذر انزيم. يعني بصوره يعني سهله او واضحه، انه هاي الانزيم اكو عندك عده انزيمات، انه هاي الانزيم ما راح يكون نشط لحد ما اضيف له ماده معينه. مثلا على سبيل المثال انه اشهر التفاعلات بالنسبه للكوفالنت موديفيكيشن هي اضافه الفوسفيت، فان اضافه الفوسفيت لهذا الانزيم راح يسبب لي اكتيفيشن له، اوكي؟ بالتالي وكذلك انه حذف هاي الفوسفيت الجروب اضفناها للانزيم راح يسبب لي انكتيفيشن له، فبالتالي هي عمليه انعكاسيه، اقدر اضيف الماده اسوي لي اكتيفيشن للانزيم او اقدر احذفها وراح يصير بها انكتيفيشن. طبعا بس هاي العمليه عكسيه، مثلا اجوز اكو انزيمات ثانيه مثلا اضافه الفوسفيت لها راح يسبب لي انكتيفيشن لها، وحذف الفوسفيت راح يسبب لي اكتيفيشن لها، فبالتالي انه عمليه الاضافه مو معناها انه دائما يسوي لي اكتيفيشن، وحذفها مو دائما معناها راح يسوي لي انكتيفيشن. بصوره كذلك انه هاي العمليه اضافه الانزيم وحذف الانزيم راح تتم بمساعده انزيم معين سميناها الكاينيز، اللي هي عباره عن انزيمات مسؤوله عن اضافه او حذف الانزيمز عفوا الفوسفيت. طبعا انه هاي العمليه راح تكون ريفرسبل، هاي كلش مهمه عمليه ريفرسبل، يعني هي عكسيه، اقدر او مثلا الغي هاي العمليه، الغي التاثير عن طريق الكوفالنت انسرشن. شوف الانسرشن اوف سمول جروب، مجموعه صغيره مثل فوسفيت من اضيفها الى امينو اسيد معين موجود عندك بالانزيم. طبعا احنا نعرف الانزيم هو عباره عن بروتين، والبروتين مكون من مجموعه من الامينو اسيد سيكونسز اللي راح ترتبط مع بعضها البعض عن طريق البيبتايد بوند. هاي الامينو اسيد انه اذا اضفت مثلا فوسفيت جروب لا واحد من هاي الامينو اسيد راح يسبب لي اكتيفيشن للانزيم كله، وكذلك انه حذف هاي الفوسفيت جروب مثلا ربما راح يسوي لي ان اكتيفيشن الى او تكون العمليه بالعكس. زين، بالتالي فانه هاي الانزيمز اندرجو كوفالنت موديفيكيشن ار كولد، بالتالي هاي الانزيمات راح تمر بهاي العمليه سميناها الانتر كونفرتبل انزيمز، اللي هي الانزيمات القابله للتغير الداخلي، انتر كونفرتبل انزيمز، موجوده بتو ستيت، اما تكون ب وان هاي كاتاليتيك اكتيفيتي او تكون باللو كاتاليتيك اكتيفيتي، يعني انه عمليه الاضافه والحذف اما سبب لي زياده او سبب لي النقصان بالاكتيفيتي مالته. يعني مهم انه هاي جدا مهمه هاي الكلمه اللي هي انتر كونفرتبل انزيمز. الموضوع الاخير هو عندك الايزو انزيم. الايزو انزيم شنو يعني؟ هي عباره عن عده اشكال مختلفه لنفس الانزيم وتسوي لي كاتالايزنج للتفاعل نفسه.
يعني على سبيل المثال انه نقول بان عندك هذا انزيم وهذا انزيم وهذا انزيم، كلهن عبارة عن انزيم واحد، كلهن راح يشتغلن على تفاعل واحد. اوكي، فانه هاي الايزو انزيمز الموجودة باشكال مختلفة لانزيم واحد ويسوي كاتالايزنج لتفاعل واحد. شنو فائدتها؟ انه ايزو انزيم موجوده بمواقع مختلفه بديفرنت تيشوز لنفس الاورجانيزم، يعني موجوده بمواقع مختلفه لنفس الكائن الحي، وكذلك موجوده بخلايا مختلفه او موجوده بالسب سيلولار كومبارتمنت. شنو اوجه الاختلاف وشنو اوجه التشابه بيناتهم؟ هي اوجه التشابه هي نفس الانزيم راح يقوم بنفس الوظيفه، لكن الاختلاف انه هو يختلفن بالسورس، كذلك يختلفن بالستراكشر مالتهم، كذلك انه يختلف بالالكتروفوريتك موبيليتي. طبعا شنو الالكتروفوريتك موبيليتي؟ طبعا هي عمليه يعني كلش معقده وللاسف ما حاطين شرح الكافي عنها، خلينا نختصرها بان هي عندك انجذاب الانزيمز للدي ان اي والار ان اي، يعني انجذاب الانزيمز للنيوكليك اسيد. كذلك الاميونولوجيكال بروبرتيز اللي هي عندك الخواص يعني الاميون يعني يقول مضاد للالتهابات او مضاد للبكتيريا او هيك اشياء او دفاعيه، يعني اميولوجيكال بروبرتيز الخصائص الدفاعيه للانزيمز. بالتالي انه هاي الايزو انزيم المختلفه الموجوده مواقع مختلفه، اختلفت بالستراكشر، اختلفت بالسورس، اختلفت بالالكتروفوريتك موبيليتي، اختلفت بالاميولوجيكال بروبرتيز، هي عباره عن نون فانكشنال بلازما انزيمز. طبعا اخذنا احنا بالمحاضره رقم 1 من قلنا انه شلون اسوي دياجنوستس لامراض معينه باستخدام الانزيمز، وعرفنا بوقتها على انه فائده النون فانكشنال بلازما انزيمز بحيث راح تزداد نسبتها بامراض معينه. هسه راح نتكلم عنها، يعني هي نفس الشيء. اول شيء اولها هو اللاكتيت دهيدروجينيز راح يرمزوا له ب ال دي اتش. ال دي اتش بي 5 ايزوزايمز بي 5 او multiple forms باشكال مختلفة 5 لنفس الانزيم وموجودة تقوم بنفس العملية. separated عن طريق الالكتروفوريسز، يعني الالكتروفوريسز هو راح يفصل لي ما بين هاي الانزيم هاي الانواع مع الانزيمز، وراح يقوم بنفس الرياكشن وكاتالايز ذا سيم رياكشن. هذا التفاعل راح يقوم بجميع انواع ال LDH الخمسة. بصورة عامة انه مثل ما قلنا بالساعة انه الانزيم هو عبارة عن بروتين، والبروتين راح يتكون من مجموعة من البوليبيبتايد. زين، فانه هذا اللاكتيت دهيدروجينيز هو انزيم جدا كبير لدرجة بانه يتكون من 4 بوليبيبتايد تشينز. رمزنا الواحد من عندهم هو H ورمزنا الثاني هو M، وراح هسه نتعرف شنو فائدتهم. اول هذه الانواع ال LDH اللي يرمزون له ب LDH1 اللي راح يتالف لي من بوليبيبتايد تشين اربع مرات، يعني يحتوي على 4 بوليبيبتايد تشين متشابهه من اسمها كلها H، فبالتالي وين موجوده؟ موجوده عندنا بالهارت، والوظيفه معناته انه هذا عندك هذا ال LDH1 راح يزداد نسبته، راح يزداد كونستريشن مالته بالمايوكارديال انفراكشن، فبالتالي راح تزداد نسبته. واقيسا واجي اقيسا مثلا عندك بالمستشفى راح اشوف ان نسبته كلش عاليه، فبالتالي انه هذا المريض بيه مايوكارديال انفراكشن. اذا 3H و1M يسمونه بال LDH2 موجود عندك بالهارت، موجود عندك بالكيدني، موجود عندك بالار بي سي كريات الدم الحمراء ريد بلس سيلز، انتني اسوي لي انديكيشن الما للمايوكارديال انفراكشن مثل الاول، للرينال كورتكس انفراكشن والهيمولايتيك انيميا فقر الدم. اما اذا بالنسبه لال دي اتش 3 وال دي اتش 4 ما لهن اي فائده، لان هي وايدلي ديستريبيوتد ما موجوده بموقع واحد، وكذلك فبالتالي little significant، يعني هي مثلا هي راح تزداد راح يزداد ويا المايوكارديال انفراكشن، راح يزداد ويا الرينال كورتكس انفراكشن، راح يزداد ويا الهيمولايتيك انيميا، راح يزداد ويا الاكويا هيباتيتيز ويا المسل انجري ويا المسل ديزيز، راح يزداد ويا كل شيء، فبالتالي ما لهم اي فائده. بالنسبه الاخيره اللي هو ال LDH5 راح نلاحظ بان كله ام، فمن الاسم ما دام كله ام يعني موجود عندك بالسكيليتال مسل، كذلك موجود عندنا بالليفر، بالتالي ما دام موجود بالليفر فهو يعطينا اكويت هيباتيتيز، يعني الانفلاميشن. شنو هيباتيتيز؟ هو الانفلاميشن مال الليفر اللي هو عندك التهاب الكبد. كذلك هو عباره عن اكويت مسل انجري، الاصابات العضليه وكذلك الامراض العضليه. الانزيم الاخير اللي هو الكيراتين فوسفوكاينيز يرمزوا له بسي بي كي، او مرات كاختصار يقولون عليه كرياتين كاينيز يرمزوا له بي سي كي. مساق النبي ان ال دي اتش بي موجود بخمس اشكال، هالمره موجود هذا بثلاث اشكال
مختلفه، ايضا سبريتد بالالكتروفورسيس، وكلهن راح اسوي كاتالايسيس ذا سيم رياكشن اللي هو هذا. زين، طبعا كل قلنا مثلا كل انزيم راح يتالف لي من بولي بيبتايد معين يكون بروتين، ذاك قلنا عباره متالف من 4 بولي بيبتايد، هالمره هذه تكون من 2 بولي بيبتايد اللي هو البي والام بدال اتش، ذاك عندك كان اتش وام، هالمره بي وام. زين، شنو انواع؟ مثلا اول انواع اللي يتالف لي هو سي كي 1 اللي يتالف لي من كلبي، فبالتالي من كلبي ما دام موجود بالبرين من التسميه مالته، فبالتالي ما دام موجود بالبرين راح يعطيني انديكيشن المن للبرين ديزيز او للسيفر شوك الامراض العقليه. الام بي موجود عندك بالهارت، بالتالي انديكيشن المن للمايوكارديال انفراكشن. يعني هسه اذا اريد اسوي مثلا اسوي انديكيشن او دياجنوسيس للمايوكارديال انفراكشن راح استخدم عندنا تو انزيم اللي هي ال دي اتش 1، اذا تذكرون هو كله ام او عفوا كله اتش، والسي كي 2 اللي هو راح يتكون شنو بي ام او ام بي عادي. فهذا موجود بالهارت يعطيني مايوكارديال انفراكشن حاله حال ال دي اتش 1، والام ام هم هذا كله ام مثل ذاك ال دي اتش 4 وال دي اتش 5 المساحه اخذناه، وذاك ايضا راح استخدمناه استخدم انديكيشن للسكيليتال مسل، وهي فعلا موجود بالسكيليتال مسل، وايضا راح يعطيني اكويت مسل انجري والاكويت مسل ديزيز. فبالتالي اكو عندك تو انزيم استخدمها حتى اسوي لي انديكيشن ودياجنوستس للمايوكارديال انفراكشن اللي هي السي كي 2 وال ال دي اتش 1، واكو عندك تو انزيم راح اسويها بها دياجنوستس للمسل انجري والمسل ديزيز اللي هي السي كي 3 وال ال دي اتش 5. وهيك خلصنا محاضرة الرابعة الإنزيم، وأخيرا خلصنا من الإنزيم، وإن شاء الله موفقين بالامتحان باكر، وأي سؤال إن شاء الله نقدر إذا نقدر نجاوبه طرحه، وشكرا على المتابعة وفيما له.